مساء الخير على كل مشاهدينا في كل مكان، وحلقة جديدة من برنامجكم حلو الكلام مع منال. دايما بشوف ان الاكسسوارات من مكملات الأناقة المهمة، واللي بتفرق جدا في شكل اللبس، وممكن تغير من شكلنا ومظهرنا. واي قطعة اكسسوار ممكن تخلي شكل لبسك حلو قوي لو هتختاريها بشكل صح. والنهاردة احنا منورانا مصممة الاكسسوارات والفضة هدير الشناوي، عشان تقول لنا على احدث الاكسسوارات لسنة 2021، وكمان ازاي نختار الاكسسوار المناسب لينا. هدير ازيك؟ اهلا يا حبيبتي، منوراني. ميرسي. ايه الشياكه والجمال والحلاوه دي حبيبتي؟ بشكتك وجمالك. ربنا الله، انا يخليك. مبسوطه اني معاكي النهارده بجد. تسلمي لي يا حبيبتي. حبيبتي هدير، قولي لي بقى تجربتك مع مجال الاكسسوارات ابتدى ازاي؟ لا، دي قصة طويلة قوي. أنا مبتدية من وقت طويل، يعني 9 سنين تقريبا، اها، دلوقتي 9 سنين. جت بالصدفة، ناس كتير يعني عارفة الحكاية دي، ايوه، إن هي جت بالصدفة والحمد لله. بالصدفة. ازاي؟ يعني أنا كاريري حاجة تانية خالص، أنا دراستي مختلفة تماما، بتدرسي ايه كنتي؟ وكنت تجارة انجليش اوكي، وكنت متفوقة الحمد لله. بس يعني بعد ما يعني على طول بعد الدراسة اتجوزت، فقعدت في البيت ما اشتغلتش. وبعد كده يعني أنا كنت أصلا يعني ده باشن عندي من زمان، يعني بحب الحاجات دي قوي، وجربتها والدنيا مشيت بقى. جربتيها مع نفسك الاول، كنت عملتي حاجه بعمل حاجات بنفسك. لنفسي. فحد يقول لك الله دي جميله، اصحابي وحاجات اعملي كده. لنا زي هدير ايوه. فتعملي. ابتدت بقى على الفيسبوك، عملت بيج وابتديت انزل، الناس بقت تعمل لايكس وبكام والحاجات ديت. انا ما كنتش واخده بالي ان الموضوع اصلا يعني كده. ينفع. بس الحمد لله مشيت يعني العمليه. بس اكيد طورتي نفسك يا هدير، انت ابتديتي بحاجات ليكي كده. طبعا. يعني من 9 سنين كان الوضع مختلف تماما، دلوقتي بقت حاجة تانية. يعني انا بشوف الحاجات اللي انا عملتها بقول ازاي الناس كانت بتقول عليها حلوة وجميلة يعني دلوقتي. بس في يعني وقتها كانت حلوة وجميلة اكيد بزمانها. اكيد الدنيا بتتغير. صح. وعرفتي بقى ساعتها ازاي تجيبي الماتيريال منين. كل حاجة عملتها بنفسي. انا عايزة اقول لك بجد والله، علشان كده بقول انه الواحد لو عايز يعمل حاجة بيعملها فعلا هيعملها. بجد. انا علمت نفسي كل حاجة يعني، وما كانش الانترنت واليوتيوب والحاجات دي دلوقتي، يعني بالقوة من دي 9 سنين ما كانتش زي دلوقتي. طبعا. بس يعني عايزة اقولك ان انا البنسة اللي كانت عاجباكي من ايوه، شوية دي، يعني انا ابتديت بحاجة يعني موجودة في بدائية. البيت، بدائية جدا، عارفة يعني. وكنت بعمل كل حاجة، مع ان كل حاجة في الحاجات دي بتحتاج نوع معين من البنس، يعني لف ويعني حاجات تكنيك مختلف يعني. بس ابتديت كنت بنسة واحدة بعمل بيها كل حاجة. الشاطرة تغزل برجل حصان. الحمد لله، الحمد لله. الحمد لله. طب تطور الافكار بقى كان بيجيلك ازاي؟ هل بتجيبي الماتيريال وتقعدي تقولي ولا بترسمي الاول؟ بصي، هو في حاجات كده وفي حاجات كده. في حاجات انا الديزاين بيجيلي كده وحي لوحده، يعني بتجيلي الفكره، واما ابتدي اشتغل عليها بيطلع حاجه تانيه على فكره. اساسا يعني انا ببقى رسمه حاجه مثلا في دماغي، او حتى رسمها على ورق، وابتدي اشتغل فيها، اعمل تعديلات، الاقي مثلا كده احسن. يعني عامله زي كانه عارفه اللي بيفصلوا على مانيكان. انا فعلا بحس ان انا بعمل كده، يعني بجيب الرقبه قدامي واحط الكوليه وكانه لوحه بقعد يعني افنن فيها الحقيقه. طيب الكوليه اللي انت لابساه ده، شيلي الطرحه كده ثانيه، انت عايزه انا تشيلي الكوليه عاجبني جدا من الصبح. هتضيعي، الكوليه زي هتعملي ده، الحلوين. اصل خدي بالك الكوليه ده انا ممكن البسه الصبح، ممكن البسه بعد ايوه الظهر، ممكن البسه على فستان سيمبل خالص، سواريه يقلبه خالص. بالظبط بالظبط. كوليه زي ده ياخد منك وقت قد ايه؟ بصي، انا على طول بقول ان الفكره هي اللي بتاخد وقت. يعني الفكره، التصميم نفسه، الديزاين اما برسمه في يعني في في دماغي دماغك. ايوه. بياخد وقت شويه. وبعد كده التنفيذ العمل يعني بياخد مجهود، بس ما دام انت عارفه انت بتعملي ايه خلاص. يعني ياخد منك كام يوم تقريبا ده؟ لا، ما لو قاعده عليه يعني ما بعملش حاجه ممكن ساعتين. ما شاء الله، هنحسدك. الله اكبر. انا ملاحظه بقى من اللي انت لابساه واللي انت عارضاهولنا انها الشغل كله
مقاساته ما شاء الله يعني حجمه كبيرة. ناس كتير بتقول الحكاية دي وبتخاف يعني او كده، بس انا بشوف ان البيسز الكبيرة تنفع مع الناس الضخمة او الناس المليانة، والناس القليلة في الحجم العكس. انا بحس ان هم بيبقوا يعني بتبقى شيك جدا على الناس. انا شايفاه عليكي حلو جدا. انا مش شايفة، لا اصل في ناس بتقولي انه الحاجات كبيرة فعايزة حد، لا يا عايزه جرأة، جيتي عايزه جرأة. عايزه جرأة وعايزه تبقي مختلفه، اصل الستيتمنت بيسز دي اللي هي يعني هي قطعه ستيتمنت، هي زي ما انت انا دخلت عليكي دلوقتي ما الكوليه خطفك او انت شفتيه، فهو ده على فكره انا شايفاه اصلا يعني بيفيد الناس لما بتبقى فاكمه ساعات بتبقي عايزه تخرجي مثلا وعطلانه دماغك واقفه مش عارفه تلبسي ايه. ايوه الستيتمنت بيسز دي ممكن توحي لك بحاجه، ممكن بلوزه ساده حاجه جدا وتنزلي خلاص وتبقي اليجنت وتمام وجميله. عايزه اقول لك يعني الكليه اللي هناك ده ما بين، عشان انا بحب الحاجات المصري القديم، ايوه مش بحب كلمه فراعنه، المصري القديم في المتاحف وكده، الكليهات او المجوهرات بتاعتهم، الكلية ده بالذات اللي في النص ده عامل ميكس، ده الايحاء اللي جاي لي، عامل ميكس ما بين الديزاين المصري القديم وال هقول لك اسمه، انا قلت لك ما دخلتي، كردان. ايوه عامله الميكس ده. ايوه والاولاني ده شبه الكردان بالظبط. انا الناس اللي متابعيني قوي يعني وزبايني من زمان يقولوا لي انت بتعرفي تعملي ميكس بين الصعيدي والفلاحي والفرعوني. أيوة. او المصري القديم زي ما انت عايزه تقولي، يعني بحب ادمج ثقافات كتير، وفي الاخر بيس عربيه يعني بيس شرقيه مش اللي هو بحب عندي لاين تاني بعمله اللي هو التريندي والحاجات البناتي والتمام اوكي، بس انا متخصصه اكتر في ده. واضح جدا انتي حابه الستايل ده. طيب هقول لك ايه، ديزاين زي ده هو انا مش شايفاه. كلمينا عنه شويه، لانه مثلا انتي عامله ده ممكن اللي فوق ده لوحده، نص اللي فوق ممكن يبقى كليه لوحده. ايوه واللي تحت ممكن يبقى كليه لوحده، ازاي دمجتيهم مع بعض، الفكره ازاي؟ بصي زي ما انت خدتي بالك انا القطع بتاعتي كبيره، بحب ان انا ابقى انا يعني ايه البيس المميزه الجوكر زي ما اكسبوجر عليها. يعني انت لابسه واحده لابسه من عندي تبقى هي المين بتاع اللبس بتاعها تاخدي بالك منه. فانا على طول بعمل كمان بيسز، يعني بحب الليرنج، يعني بحب ان انت تلبسي مثلا تاخدي كوليه من عندي وكوليه تاني فوقيه ممكن تغيري منهم وتحطيهم فوق بعض بيعملوا شكل تحفه، وكل الناس اللي عارفاني يعني عارفين ان انا مهتمه بالموضوع. ممكن ده البس ده لوحده وده لوحده. فانا بحب ان هم يبقوا يعني ايه يبقوا منفصلين، بحيث ان انت لو عايزه تلبسي يعني لو عايزه تعملي لوك مختلف. يعني كل زي انا قلت لا بس ده قطعه واحده، ده قطعه واحده. ايه هنا ممكن يبقى التركيبه اللي انت قلتي لي عليها؟ ده اللي قدامي ده على طول ده قطعتين فوق بعض. بجد؟ يمكن دول قطعتين فوق بعض. لا لازم اجيبه يا مامتي عشان بس انا بتحرك عشان المايكات والحاجات دي. يعني ده الثري لايرز اللي فوق ده قطعه واحده، ده لوحده. اوكي وده ممكن تلبسيه لوحده وده ممكن تلبسيه وده لوحده، بس بصي اما حطيتيهم على بعض عملوا شكل مختلف. تصوري برافو عليكي. حلو قوي فعلا. فانا على طول وبعدين انا علشان برضو يعني بدخل احجار في حاجات، بس اكتر الحاجات سيلفر. فبحب ان هي تبقى يعني ان انت ممكن تدمجيهم مع بعض ما دام هما نفس الروح. يعني انت لما بصيتي للقطعتين ما حسيتيش ان هما فيهم مشكله او حاسه بان هما ده كوليه وده كوليه تاني. انا ما خدتش بالي في خالص وانت عارضاهم انهم فعشان هي نفس الروح فالليرنج بيبقى تحفه يعني. بالظبط كده. هدير انا ملاحظه ان اللون الغالب على شغلك الازرقات، التركوازات والازرقات. هو الكوليكشن ده جه بالصدفه يعني انت قصدك دخلت والعيون بقى بقولكيش انا بحب العيون اصلا جدا، يعني موتيفة العيون دي عندك. بغض النظر عن الحسد والحاجات ديت، بس انا بحبها. على فكره انا من الواني التركوازات. يعني غصب عني واروح اجيب اكسسوارز، ابقى عايزه اجيب الوان مختلفه
عيني هو طول ده تركواز. اللي بيشدك فعلا. آه هو من حلو لون الوان حلو المفضله. جميل هو. طيب هل انت ماشيه مع الموضه ولا انت بتبتكري موضه؟ لا ما هو انت زي ما انت شايفه كده يعني، هي الموضه هي اللي جايه لنا يعني، او انا حاسه ان الموضه الايام ديت جايه لي بقى في حتتي ايوه يعني. انا من زمان وانا في الستايل الشرقي والليرنج والكتير وكده. دلوقتي لو يعني خدتي موضة بالك 2021 الحاجات الضخمة البوبو واللاير كتير ستايل والكلام اللي هو ده يعني طالع موضة جدا. هدير. نورتيني. حبيبتي والحاجات فعلا تحفة، حبيبتي والفقرة جريت كده يا جماعة بجد. الحاجات برضو الحريمي دي لطيفة. انا مبسوطة جدا اني كنت مع حضرتك حبيبتي انا النهاردة. مبسوطة اكتر، ونورتيني وشرفتيني، ربنا وان شاء يبارك الله لك. نشوف مجموعات اخرى ربنا يخليكي. ونتقابل ميرسي. تاني. شكرا مصممة الاكسسوار هدير الشناوي اللي نورتني، وربنا يوفقها دايما. ودلوقتي هنروح لفاصل ونرجع نكمل حلقتنا، استنونا.